عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الزراعة السيد القصير، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليوني طن سنويا، حيث تسهم البحيرات بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي. وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات تعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، من أهمها منع طرق الصيد المخالفة نهائيا، ومنع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، فضلا عن تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها. واستعرض وزير الزراعة أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، حيث ترتفع متوسط إنتاجية الفدان من 33 طن إلى 55 طن، كما ترتفع كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13 مليون و200 ألف طن على الأقل عند الزراعة بالشتلات.